السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي حنتعرفوا فيه على امكانات ممكن تغير حياتك في ليبيا. خلونا نتعرف عليها. احنا كنا عارفين ان ليبيا بصراحة دولة من دول العالم الثالث، يعني خلينا نقوله الى حد ما متخلفين على الاقل عن تو. احنا في عام 2019 نعتبره قاعدين دولة من دول العالم الثالث، لكن هذا ما يمنعش ان في عندنا امكانات او مؤسسات او اشياء نقدر نستفيد منها في ليبيا، وهي موجودة وكأن احنا دولة من دول العالم الاول. فحنتعرفوا عليهم حاليا، هما اثنين لكن مقسمين لأكثر من شيء. اول حاجة ممكن تستفيد منها هلبة وتكون جزء كبير من هي تغير حياتك، ممكن تكون فرصة اذا كان عندك هدف انك تطلع برا، ممكن تكون فرصه كبيره اساسا من الموضوع، او اذا كان هدفك انك تقعد هنا لكن تكون حياتك افضل او بمقاييس او بمعطيات افضل، ممكن هلبة تفيدك وتغير حياتك. اول حاجه هي مساحات العمل المشترك. مساحات العمل المشترك حاليا بالذات وخاصه في بدايه العام 2019 كترت وبدت فيه وبدي عندنا اكثر من مساحه عمل بملاك مختلفين ولكن بمضمون متشابه، يعني كلهم عندهم نفس الفكره. قبل ما نعطوا أمثلة أو وين ممكن نلقوهم، خلونا نحكوا شنو هي مساحة العمل. مساحة العمل المشترك من اسمها يعني هي عبارة عن مساحة عمل أو مكان مشترك، يعني يشتغلوا فيه أكثر من شخص. وبغض النظر على إن هي حتوفر لك مكان وبيئة مناسبة، يعني حتوفر لك غالبا إنترنت مريح، مكان تقدر تجلس فيه وأنت مستريح، ما فيش دوشة أو ضوضاء، ما فيش مثلا دخان أو حد قاعد يدوي جنبك أو يهدرز، اللي حيسمح لك بالتالي انك انت تكون انتاجيتك اكتر، تركز على الشغل اللي انت قاعد تدير فيه اكتر، او اذا تقرا حتكون تركز وتعطي اكتر في وقت، يعني تنتج اكتر في وقت اقل. بغض النظر على الحاجات هذه كلها اللي حتقدمه لك مساحه العمل، هي ان هي حتوفر لك شبكه علاقات قويه من ناس تخدم. يعني خلينا نقوله حاليا وين حنلقوهم بعدين نقوله كيف. مساحات العمل حاليا في مساحه عمل في طرابلس، في نقطة مساحة العمل المشتركة نقطة اللي أنا قاعد حاليا صور في الفيديو فيها، في عنا أكثر من مساحة عمل في طرابلس، في مساحات عمل في بنغازي، في زنتان، في مصراتة، وممكن في مدن تانية في ليبيا. يعني فكرة مساحات العمل قاعدة تنتشر أكثر وأكثر، ممكن خلال الشهور القليلة القادمة ممكن نلقوا في كل مدينة مساحة عمل. الفكرة اللي تختلف على مساحة العمل، خلينا نقول أبسط مثال أو أقرب مثال لها هي القهوة. يعني انا امتى حنشتغل في قهوه او حنقعمز عندي شغل ونبي انترنت؟ اغلب القهاوي حاليا عندهم انترنت مريح وكويس. اذا انا حنقعمز في قهوه، ممكن يكون في معي اشخاص في القهوه يشتغلوا في منظمات او في مؤسسات او في شركات او عندهم بزنس او مشاريع خاصه بهم، ممكن هلبة ان يكونوا عندهم مشاريع كبيره، لكن في نفس الوقت انا مش حنقدر نتعرف عليهم، لان احنا في النهايه مقعمزين كلنا في القهوه، وعلى اساس او الواضح ان حد امتى يجي يقعمز في القهوه غالبا حيكون انه هو شخص فاضي او قاعد يضيع في الوقت او يتفرج على فيلم او مسلسل. فالفكرة ان في مساحة العمل هي انه توفر لك نفس الجلسة اللي انت محتاجها للعمل اللي انت تلقى فيها في القهوة. انا محتاج كرسي، طاولة، انترنت وهدوء، بغض النظر على ان الهدوء مش موجود في القهوة فعليا، والدخان اذا حد ما يحبش الدخان حيكون بدون اي قيود في القهوة، فمساحة العمل حتوفر لك الشيء هذا. لكن حتخلي لك الامر الاخر اللي هو امر شبكة العلاقات جلي وواضح، ان اي حد حيجي لي مساحة العمل اكيد حيدفع فلوس، لان مساحة العمل مش مجانية. فامتى هو حيدفع فلوس على خاطر مكان فيه انترنت وقهوة ومكان هادي؟ اكيد هو الشغل اللي قاعد يدير فيه مهم هلبة ويستحق ان هو يدفع على خاطر فلوس، فبالطبيعة حيكونوا اشخاص مهمين وتقدر تستفيد منهم، وبالتالي ما نقولش انك تستغلهم، مش حتستغلهم لكن حتستفيد منهم وهم حيستفيدوا منك، يعني تكون فيه تبادل منفعة. يعني انت ممكن ما عندكش منظمة او مؤسسة حتى تقدر تبادل معهم منفعة، لكن ممكن انت تكون شخص كفرد individual يعني، لكن عندك افكار او عندك طموح او عندك طاقة حابة تفرغها، يعني عندك هلبة افكار حابة تطبقها، فبالطبيعي تمشي لأي شخص من الاشخاص الموجودين في مساحة العمل، اللي غالبا في مساحات العمل تكون في فكرة ان يكون في اجتماع كل شهر او كل شهرين بكل الاعضاء، حتى كل حد يعرف بالشغل اللي هو قاعد يشتغل فيه، حتى يديروا بينهم علاقة او شبكة تواصل ما بينهم. فبس تقدر تعرض على اي حد منهم، مثلا في زوز اشخاص كل شخص يخدم في مؤسسه تشتغل على الشباب وانت عندك هلبة افكار على الموضوع هذا، فتقدر بس تقول له انا راهو شاب وحاب تعرض عليه، يعني مع عمرك تقول انا خاطر ندير، وما تقولش للناس انت شن خاطرك تدير، احكي شن انت حاب تدير. فهذه مساحات العمل زي ما قلنا في هلبة مدن، وتفيدك هلبة وممكن تكون نقطه كبيره في تغيير حياتك، لانها حتوصلك بالاشخاص المناسبين، حتعطيك فرصه انك تتلاقى مع الاشخاص اللي ممكن تكون عندهم فرص هلبة، يشتغلوا في مؤسسات ومنظمات وعندهم فرص، وانت الشخص المناسب اللي محتاج الفرصة هذه فيعطوها لك، بس لانك انت جيت لمساحة مساحة عمل، يعني انت الشخص عندك نية هلبة. نمشي للحاجة الثانية اللي ممكن تغير حياتك، هي النوادي والفرق.
النوادي والفرق هالبكاترة في ليبيا، يعني في نادي المبرمجين في ليبيا، في نادي متحدثي اللغة الإنجليزية في ليبيا، برضو لنفس السبب. الزوز الحاجات هما يصبوا في نفس المضمون، هي العلاقات أو أنك تبني شبكة مع أشخاص واصلين أو أشخاص ممكن يساعدوك أنك أنت توصل لشيء معين. أنك أنت تكون أو تشتغل مثلا في أو تتطوع مثلا مع الكشاف أو غيرها ممكن يساعدك هلبا أكيد، لكن أنك تكون مع فرق مثلا زي مثلا فيه أو نوادي زي ما قلنا، في مثلا نادي متحدثي اللغة الإنجليزية في ليبيا، نادي المبرمجين في ليبيا، في ليبوتكس اللي احنا نشتغلوا فيه، الحاجات هذه وفي غيرهم أكيد هلبا في كل المدن، الحاجات هذه حتربطك مع الأشخاص اللي شبهوك في نفس التفكير. يعني أنت مثلا كان عندك مثلا شغف أنك أنت باللغة الإنجليزية، أنك تكون مترجم فوري، أنك تكون مدرس لغة إنجليزية سواء هنا أو في دولة تانية ممكن حد يساعدك بكل سهولة، أنك تكون جزء من نادي المتحدثين اللغة الإنجليزية في ليبيا بشكل طبيعي وجلي جدا، الشيء هذا حيساعدك لانك حتكون مع اشخاص يشابهوك كلهم في نفس الميول ونفس الشغف، فاي حد منهم عنده فرصه اكيد حيحكي عليها وانت بالتالي حتحصل الفرصه نفسها. نفس الشيء ينطبق على نادي المبرمجين في ليبيا، ونفس الشيء ينطبق على ليبوتكس تيم او فريق اللي هو يشتغل مثلا على الروبوتات، وينطبق على كل الفرق والمؤسسات اللي خلينا نقوله هي عباره عن نوادي او عباره عن تجمع، يعني تجمع سواء كان نادي او فريق او اتحاد بين أشخاص يشبهوا أو يتوافقوا في نفس الفكرة ونفس الشغف ونفس الأمل ونفس الطموح باش يوصلوا لشيء معين. هذا الشيء حيربطك أو حيساعدك هلبا أنك تكون مع أشخاص يشبهوك في نفس التفكير، اللي حيخليك أنك أنت يساعدك أنك تتطور بشكل سريع جدا في خلال مدة زمنية قصيرة، واللي حيفتح لك هلبا أبواب من الباب اللي أنت تحبه أصلا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بدرس هذا، وكان الفيديو حلو ويفيدكم ويغير حياتكم، وإن شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم.